استعدادات حكومية لتحرير 3 محافظات يمنية إلى جانب مأرب. فلنشاهد التفاصيل. أفادت مصادر حكومية يمنية اليوم الخميس بأن الاستعدادات جارية لخوض معركة عسكرية فاصلة لتحرير 3 محافظات بتزامن مع هجوم الجماعة الحوثية نحو محافظة مأرب النفطية اليوم 12 على التوالي وتحرير مواقع جديدة شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. وأكد رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك في اجتماع نادر بقيادة المنطقة العسكرية 4 وعدد من قادة المحاور والألوية في مسرح العمليات الجنوبي على المضي قدما في استكمال معركة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية وخاصة في جبهات الضالع ولحق وتعز، وشدد على أن أولى أولويات الحكومة هو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي وبناء جيش قوي على أسس مؤسسية ومهنية. وناقش الاجتماع أوضاع الجبهات القتالية في إطار المنطقة العسكرية 4 واحتياجاتها، كما تدارس متطلبات التكامل بين الأجهزة العسكرية والأمنية والخطوات الموجزة على طريق توحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذا لاتفاق الرياض. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش اليمني عن تحرير مواقع عسكرية جديدة شرقي محافظة الجوف.